إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وفطره، ومما فطر الله تعالى عليه الإنسان وركزه وجعل ذلك فطرة فيه موجودة في كل إنسان مسلما كان أو كافرا، حب التأسي والاقتداء بالغير. الإنسان يحب أن يسير ويحب أن يجد شخصا يقتدي به، يميل إلى ذلك سواء كان هذا الإنسان كافرا أو مؤمنا. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة في آيات كثيرة، منها ما نحفظه جميعا قول الله: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام 18 نبيا قصهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فبهداه مقتده. وفعلا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله لنبيه يأمره بالقدوة: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لست وحدك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فجعل له قدوة من هؤلاء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. قالها صلى الله عليه وسلم عن نفسه، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولا فخر. لماذا؟ لأنه اقتدى بكل الأنبياء، فاجتمع فيه ما تفرق في كل نبي. إذا تكلمنا عن صبر أيوب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبر الناس. وإذا تكلمنا عن محنة كل نبي وما اختص به كل نبي من فضيلة، فنجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهما وافرا في تلك الفضيلة، لأن الله أمره بالاقتداء بالأنبياء. ولا يكون الإنسان سيدا حتى يجتمع فيه ما تفرق في غيره. قال صلى الله عليه وسلم عن سيد الأيام: من هو سيد؟ ما هو سيد الأيام؟ قال: سيد الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاجتمع في يوم الجمعة من الفضائل ما تفرق في أيام الله الأخرى. وقال الله تعالى: سيد الاستغفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول، سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما معنى سيد الاستغفار؟ معنى أحسن صيغة تستغفر بها ربي هي هذه الصيغة. يجوز لك أن تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، لكن أحسن صيغة تستغفر بها ربي سبحانه وتعالى هو أن تقول: اللهم أنت ربي، لا سيد الاستغفار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة هذه الصيغة، قال: من قالها حين يصبح، واحد كيصبح النهار يقول اللهم أنت ربي ويقرأ سيد الاستغفار، من قالها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة. استغفرت الله فسيغفر الله لك.
أنا عند ظن عبدي بي. ومن قالها حين يمسي، يقول هذا الدعاء، يقول في المساء، فمات قبل أن يصبح دخل الجنة، وهو المطلوب، وهو المطلوب، فاز وأفلح، الفوز المبين أن تعمل عملا يدخلك الجنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، لأنه اقتدى بالأنبياء. وقد ولما ذكر الله تبارك وتعالى قصة يوسف عليه السلام وما حصل فيها، قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. أي نحن نقص عليكم قصص هؤلاء الصالحين، قصص الأنبياء، حتى تقتدوا بهم، وحتى تتأسوا بهم، وحتى تتبعوهم، لأنكم لا محالة ستتبعون. كل واحد فينا عنده شخصية ويتابع فيها من صغره، ورأيت تتبدل هذه الشخصية، نهار كان صغير كان يتبع هذا، ومن بعد ولا يتبع هذا، ومن بعد ولا يتبع هذا، وراه حتى وهو كبير راه يكبر دائما عنده ربي يعني لخص لنا الطريق. اختاروا من تتبعون، تتبعون الناس أم تتبعون رجلا أخرج الله الشر من قلبه ونقى الله قلبه وأسلم شيطانه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت راك متبع، متبع في السيرة ديالك، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختصر لك ربي الطريق وأمرك بذلك. وقد جاء هذا المعنى، يعني معنى أن الإنسان في حياته راه يتبع، يتبع عنده ناس راهم أسوة، ماشي واحد، ماشي زوج، ماشي ثلاثة، عنده ناس أسوة له، بلي هذا الشيء موجود في الفطر. صح في صحيح البخاري في قصة كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه، القصة الطويلة التي رواها كعب بن مالك، وهي قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وكان كعب بن مالك واحدا منهم. تكلم عن مسألة الأسوة، أنه الإنسان ما يقدر ما يلقاش روحه لما يكون مع جماعة ما يصلحوش يقتدي بهم، يتغم الإنسان، يحزن الإنسان، يكون في غم، لأنه مش هادوهم الناس اللي أنا ارتاح معاهم ونكون معاهم في راحة ونفرح لما نشوفهم ويرتفع مستواي لما نتلاقى بهم. إذا كنت مع ناس هم دون ما من أتأسى بهم فسأشعر بالحزن. لما تخلف عن غزوة تبوك الصحابة الزينين كلهم راحوا للغزوة، شكون اللي بقى في المدينة؟ بقاوا صنفين من الناس، المنافقون وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، وقالوا بيوتنا عورة وما هي، وما هي بعورة. المهم وبقاوا الصحابة المريض والشيوخ الكبار واللي ما لقاوش، لأن الغزوة كانت بعيدة، فكان الواحد يحتاج إلى أن يركب، فلم يبقى إلا الضعفاء والمرضى والمنافقون. قال كعب بن مالك وهو من الذين تخلفوا، وكان صحيح وكان عنده في هذه الغزوة دابتين، يعني كان لباس به، المهم يعني فتنات الدنيا وفتنات الحديقة دياله، يعني وشعر ببعض التكاسل. هذا الذي تكلم هو عن نفسه، هو كي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال له والله ما كانش عام كنت واجد فيه كما هذا العام، ما كانش عام كنت قادر نغزو وواجد فيه من هذا العام، لكنني يعني لم أغزو تهاونا يا رسول الله ولا أكذب عليك، ما عندي حتى عذر. قال عن نفسه: فطفقت يحزنني أني لا أجد لي أسوة إلا منافقا مغموصا عليه أو رجلا ممن عذر الله. لقيت روحي ننظر في المدينة معنسة أو منافقين، ضرب الله منا ومنا، نشوف منافقين، نشوف منا ما كان لا أبو بكر الصديق، لا عمر بن الخطاب، لا عثمان بن عفان، لا علي بن أبي طالب، لا القراء من الصحابة. وش اللي قاعد ندير أنا يا نحزن؟ فطفق فحزنت أني لا أجد لي أسوة، ما منا ما كانش ناس يقوى معاهم الإيمان، هاد الناس ما يقواش معاهم الإيمان، شكون
منافقين ولمن هم دوني، أنا لقيت روحي أنا صحيح فيهم. فتكلم عن قضية الأسوة، وتكلم كذلك عن قضية الأسوة في نفس قصته، أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة سبق المخلفون من المنافقين يعتذرون، وجاءوا يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد واش يقول له، أنا دارت رجلي، أنا كنت مريض، أنا كذا أنا كذا، فيقبل الله على نيتهم ويذر سريرتهم إلى الله، حتى نزلت سورة التوبة وفضحتهم، نزلت سورة التوبة وفضحتهم. على هذه سورة التوبة ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ براءة من الله ورسوله. نزلت سورة التوبة وفضحت سورة وفضحت المنافقين، وبينت أنهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء دور كعب بن مالك، قال كعب بن مالك: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهي تبسم المغضب. أنت تتبسم مع إنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه كي يتلاقى مع الناس يتبسم، هذه اللي فصاوها الآن الإخوة فات الزمان، الإخوة فات الزمان نحوها هديها هكذا قبل تحكمك الخلعة، حابي يخلعك، حابي يخلعك قاصد أنه يبين لك بلي الدنة، وكان يصير يقول لك الدنة. أين التبسم؟ أين انتسابكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان مخلوق تبعه في كلش هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يتبسم حتى في هذه الحالات، لكن تبسما مغضب. شو أنت كي تبسم مع واحد هكذا، تبسم تا واحد باين بلي زعفان. قال: ما خلفك يا كعب؟ وحكى له كعب بن مالك، قال: علاش ما جيت؟ قال: يا رسول الله، يعني حكى له، قال: والله ما كانش عام كنت واجد كما هذا العام، وكان عندي مركوبين، والله يا رسول الله ليس لي عذر، ما عندي حتى عذر، ما نكذب عليك. وقال له: لو كنت عند غيرك لخرجت منها كما تخرج الشعره من العجين، لقد اوتيت جدلا، انا نعرف نهضر ونقدر، بالصح اعلم انني ان كذبت عليك يوشك ان ينزل عليك قران فيكذبني الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر ربي عن الصادق والكاذب، كانوا يعرفوا قيمة القرآن وقيمة الوحي وقيمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال وهو صادق: والله ليس لي عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. ثم انطلق كعب بن مالك وداروا به شي ناس، كان شي ناس نهار تجي تتاخذ قرار شرعي، تكون تخدم خدمة الحرام وتسمع الأدلة ويطمئن قلبك وخدمة ورزقك ورزق أولادك، تقول أنا نحبس الحرام، ما تقابلش ربي بالحرام، نحبس اليوم قبل من غدوة. هم يجونيك بعض الناس يقول لك حبس حتى تلقى خدمة، وصبر شوية، أولادك شكون يوكلهم؟ بس خدمة الحرام، تدخل جهنم، تخدم في الربا، يخدم في الخمر، هذا شجعوه أنه يحبس. أما أنه ساعات الإنسان يتشجع على فعل الطاعة أو ترك المعصية، بصح يجوا شي ناس يدوروا به بحسن نية أو بسوء نية، إما في الفاميليا أو الأقرب الناس له، يقولوا له بالعقل بارك طرية، هذاك الخدمة راهي ناقصة وراهي عزيزة ورانا في زمان وغلى كل شيء والكاريات، يعني طرية، أنا تاخذ رأيي، يقول لك أنا ألقى خدمة وحبس. كعب بن مالك جاوه مثل هؤلاء الناس، فقالوا له: كان يكفيك أن تعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قل له أي حاجة. هم بزاف ناس اعتذرهم وما دلهم والو النبي صلى الله عليه وسلم، ما حاسبهم، ما دخلهم الحبس، ما والو. قال: فلا زالوا بي، داروا بي هاد الناس، وهاد الناس موجودين في كل زمان ومكان. نهار جيت تتاخذ انت في حياتك قرار شرعي حقيقي شرعي ممكن يغير حياتك، هم يجوك مثل هاد الناس. جاوا الكعب بن مالك، شو قال عنهم؟ قال: فلا زالوا بي حتى هممت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكذب نفسي. هممت خلاص، يعني شغل أثروا عليا شوية، قلت أنا تاني كينك الناس على حتى نروح ونصيب له كاش هضرة. قال: حتى هممت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، لكنه صلى الله عليه وسلم لكنه رضي الله تعالى عنه لم يفعل. ثم قال لهم: هل لقي معي، يعني ما حصل لي، هل لقي معي هذا الأمر يعني غيري؟ فذكروا له رجلين، هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن ربيعة.
قال كعب بن مالك على هذه قصينا الحكاية دي كامل. قال فذكر لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة. ذكروا لي ناس تبارك الله يعني مانيش وحدي، لأن الإنسان إذا لقى في المعمعة يكونوا معه ناس أو المصيبة دياله تخف. علاش الإنسان في السبيطار كيكون في السبيطار ويكونوا قدامه المرضى ينسى مرضه، كي تروح انت على مرض وتشوف مرضى واحد اخرين والله تنسى مرضك. حتى ان عائشه رضي الله تعالى عنها تكلمت عن هذه القضيه، عائشه رضي الله تعالى عنها اتهموها في شرفها وما كانت سامعه، فلما سمعت بالحكايه باللي الناس اي تهضر عليها باللي فعلت وفعلت، قال فبقيت يومي وليلي وليلتي ابكي نهار كامل وانا نبكي، حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. يعني امرأة شريفة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، يهضروا عليها الهضرة الكبيرة. يعني مجمع واحد مهضرين فيه الناس، مهضروا في خيار الناس، هضروا في موسى، وهضروا في عيسى، هضروا في الأنبياء جميعا. يعني حتى نصبر أنفسنا، حتى تصبر نفسك كي تكون على الحق ويهضروا فيك الناس، الذكر باللي الأنبياء وتكلموا فيهم، بل تكلم الناس في الله تبارك وتعالى وادعوا له الولد وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أنت ما يهضروش فيك، أنت ما يهضروش فيك. فقالت عائشة يعني من قوة الحزن بديت نبكي. قالت فاستأذنت علي امرأة من الأنصار، جاءت امرأة تزورني فاستأذنت أدخل، فأذنت لها. قالت فلما دخلت جعلت تبكي. هذيك المرأة غير دخلت واش دارت؟ أول حاجة دارتها شنو؟ بدأت تبكي. أنت كي تكون تبكي من حزن ويدخل إنسان ويبكي معك، واش يصرى لك أنت؟ واش يصرى لك أنت؟ تعش يتصبر في هذاك الإنسان فتمسح دموعك وتقول له خلاص ما كان وين. وهذه الحكمة، الأسوة شاركتها في الأمر ديالها حتى يخف حزنها. وهذا الذي قررته الخنساء رضي الله تعالى عنها في الجاهلية، لما قتل أخوها صخر وكانت تحبه كثيرا، نفس الشيء بكات بكاء شديد. قالت ولولا كثرة الباكين نفسي على إخوانهم لقتلت نفسي. لو كان ماشي صبرت روحي بالناس اللي كانوا معايا لقتلت نفسي. يعني كيفاش خويا يموت أعز الناس إلي وكذا يموت؟ فصبرت روحها بأنه عندها ناس تقتدي بهم، مانيش وحدي، كاين الناس معايا في هذه القضية. إذا مسألة الأسوة والقدوة موجودة في الإنسان، لذلك حثنا الله تبارك وتعالى على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم عن من يقدر على الاقتداء، هذه في الحقيقة مقدمة. وأقول لكل أب وللآباء، اعلم أيها الأب أن من أعظم أسباب صلاح ولدك صلاحك أنت. وعلاش؟ علاش الأب كيكون هو صالح نسبة كبيرة أن الولد يخرج صالح؟ لماذا؟ على جلد القدوة، لأنك تملك أيها الأب ما لا يملكه غيرك. إن الأبناء مجبولون على الاقتداء بالآباء، قاعدة نعرفوها. نهار تتزوج راك براسك، نهار تتزوج أي عندك المخلوقة، نهار يزيد عندك الدراري اعلم أنه راهي عندك حاجة، كي أنت كي يماه هذاك الولد هذيك الطفلة، كي أنت كي الأم كي الأب كي الأم، عندكم بين يديكم حاجة، عندكم أن الولد يقتدي بكم. الولد يقتدي بباباه، والبنت شكون تبع؟ تبع يماها. لذلك ورانا عرفنا في المقدمة أن الإنسان في حياته مليح تكون عنده قدوة، كل واحد فينا عنده قدوة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا الأمر بأن الآباء عندهم تأثير كبير على أولادهم،
ذكر الله تبارك وتعالى هذا الأمر بأن في القرآن الكريم بأن قرر هذه القضية أن الأبناء يقتدون بالآباء، وأن الأنبياء لرب أعطاهم المعجزات، وهم كل نبي لم يعرف عنه خطأ أو معصية قبل النبوة، فكانوا أشرف الناس. كل الأقوام الذين أرسل فيهم الأنبياء كان الأنبياء أشرفهم نسبا وخلقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وقبل أن يكون رسولا كان معروف بأنه الصادق الأمين، وقاع يحبه وباركة كبيرة قبل ما يولي رسول صلى الله عليه وسلم، كان باركة كبيرة. لكن الأنبياء ما تبعوهمش الناس لأسباب عدة، من أعظم أسباب ترك الناس اتباع الأنبياء، مع أن الأنبياء هم أصحاب القدوة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. بسبب آبائهم، تمسك الأبناء بسيرة آبائهم جعلتهم يمتنعون عن اتباع النبي. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. احنا من اللي زدنا والدينا يا عبد الحجرة والحجرة والحجرة، فكيف نتبع الآن هذا دين جديد؟ فرفضوا الحق ورفضوا الدليل بسبة ماذا؟ بسبة أنهم بقوا متعلقين بالآباء. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك للرسول، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على سيرة، على طريقة، على دين، وإنا على آثارهم مقتدون. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني علاش ما تبعوش الرسول مع أنه معاه الدليل ومعاه المعجزات ومعاه الآيات ومعاه الأدلة العقلية على أن الله واحد لا شريك له؟ علاش بقوا مشركين؟ بسبب العلاقة الموجودة بين الأبناء والآباء. هذا ولد ما تبعش الرسول على جال قوة العلاقة الموجودة بين الابن وأبيه. الابن يتبع باباه ويقتدي بأبيه. خلقه ربي سبحانه وتعالى أنه أول شخصية يتبعها الولد ويعظمها ويكسر الدنيا على جالها هي الأب، هي الأم. ولو رجعنا إلى القرآن لوجدنا تفصيل هذا الكلام. فأرسل الله تبارك وتعالى أنبياءه إلى الأرض، فأرسل نوحا عليه السلام إلى قومه فلم يتبعوه تمسكا بسيرة آبائهم. قال الله تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلنا يريد أن يتفضل علينا ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وكذلك فعل القوم مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم من أكثر الأنبياء الذين عانوا من رفض اتباع دعوتهم بسبب الآباء. تمسك قوم إبراهيم بآبائهم كان شديدا، وذكر الله تبارك وتعالى مواقف عدة على أن الناس ما حبوش يتبعوا سيدنا إبراهيم الذي قال الله عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا الرجل العظيم في قومه لم يتبعوه بسبب العلاقة، بسبب اتباعهم لآبائهم.
قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. ما تدرناش، ما تخلطش، أهضر في كل حاجة، هادوما ما تخلطش. وشنو هادوما؟ علاش تقولوا؟ مع أنه قنحهم بالدليل العقلي، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يطعموكم، يكسوكم، يدافعوا عنكم، يا الناس استعملوا عقولكم، حجرة حجرة هذه. ومع ذلك حبوا يقتلوه وحبوا يرموه في النار بسبب تعلقهم بآبائهم. قالوا: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. انتظر معنا موالي يعني تمسكوا بشركهم بسبب الآباء، وكذلك فعل قوم موسى عليه السلام. قال الله تعالى عن موسى: قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين؟ فاحتجوا وتمسكوا بآبائهم حتى وبقوا على الكفر بسبب هذه العلاقة. وقال الله تعالى عن صالح: قال له قومه ثمود: قالوا يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وكذلك قال مدين قوم شعيب لأخيهم شعيب: قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني استهزوا به، لن نفعل ذلك ولن نترك ما كان عليه آباؤنا، فنتبعك أنت. وهكذا قال الأنبياء، وهكذا هي هذه السنة راسخة أن الأبناء يتبعون الآباء. وهكذا قالوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فسنة الآباء، سنة اتباع الآباء، قررها القرآن. الآن لما مات عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، من كفله؟ شكون اللي رباه؟ أبو طالب عمه، وأحسن كفالته ودافع عنه. وأوذي أبو طالب بسبب دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ابن أخيه صلى الله عليه وسلم. لما حضرت الوفاة أبا طالب، لما حضرته الوفاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسه، وكانوا كاينين تمات جماعة كفار قريش، أبو جهل وجماعته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قلها يا عمو، قل برك لا إله إلا الله، قلها يا عمو كلمة أحاج لك بها عند الله، ندافع عليك بها عند الله، قل برك لا إله إلا الله. وأبو طالب يعلم أن ابن أخيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، بدليل كان يدافع عليه. لكن مش خلاه ما يقولش لا إله إلا الله عند رسول الله، ويتبع وليد خوه الصادق الأمين، مع أنه دافع عليه بقوة، مش خلاه ما يقولش لا إله إلا الله. كانوا في المجلس التمت أبو جهل وجماعته، لما يلتفت إليهم يقول له: أتترك ملة عبد المطلب؟ تبدل سيرة باباك؟ أتترك ملة عبد المطلب؟ وعبد المطلب ماهوش إنسان من والا في العرب، كان رجل شريف وكان عنده يعني سمعة كبيرة. أتترك ملة عبد المطلب؟
آخر كلام كان يقول أبو طالب بل هو على ملة عبد المطلب. فمتى كفرا بل هو على ملة عبد المطلب. انظروا إلى العلاقة الموجودة، جعلها ربي سبحانه وتعالى. أيها الآباء، لو فقهتم هذا الأمر أنتم تملكون قوة عظيمة على أولادكم، لو أحسنتم استغلالها لكان الأولاد صالحون، وإن لم تحسنوا استغلالها لكان الأولاد فاسدون. ومن شابه أباه فما ظلم. وقديما قالوا إذا كان رب البيت على الدف ضاربا، إذا كان الأب يضرب الغيطة، فلا عجب على الأطفال إذا رقصوا. فأنت تشوف دراري قلبينها شطيح، جيت عيط عليهم إذا كان باباهم هو يضرب الغيطة. يعني أفهم الحديث. فنحن معشر الآباء نملك قوة تأثير عظيمة على أولادنا. ناس ما تلقوش الكفر وكذبوا الأنبياء الذين هم خير قدوة، الأنبياء هم خير قدوة، ومع ذلك كذبهم قومهم بسبب ماذا؟ تمسكا بشيء هو موجود في قلوبهم وفي يعني سيرتهم. وكانت العرب من شدة تعظيمها للآباء كانوا يحلفون بالآباء، فكانوا يحلفون بالآباء. وهذا الشيء غيره الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، لا تحلفوا به. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. العرب كانت تعظم الآباء وتعظم النسب، وهذا الأمر جاهلي. جاءت الشريعة الإسلامية ونفته، ومن شدة تعظيمهم أنهم كانوا يحلفون بالآباء، فقالت الشريعة الإسلامية: هذا شرك، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم. بصحنا وش استفدنا؟ أنه من شدة تعظيمهم للآباء يحلفوا بهم. ما زالوا الناس يحلفوا بالوالدين ولا خلاصت هذه؟ ما زال واحد قل له حلف، قل لك والله مديتها، قل له لا اسمح لي. بعض الناس يقول قل له احلف براس باباك باش نام لك. شغل هذاك اذا كان كذاب تشوف هذيك انا كيبلع البزاق ديالو. راس بابا بين يديا، انا نكون سبا في راس بابا؟ لا اله الا الله. اما ربي يحلف به، لكن الوالدين بعض الناس كيحب ياكد لك، كي يخرج من جلده يحب ياكد لك باللي خاطيه، يقول لك وراس بابا غير منايا، وراس يما غير منايا. فلا زال هذا الامر، وهذا شرك، شرك قولي، شرك قولي. ان الشرك لظلم عظيم، اياك ان تقع في هذا الشرك. وروحي قس قلبك، لانه اش معناتها ما تحلفش بربي؟ لانه الانسان كيحب يحلف بشيء عظيم. قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كي تجوا تحلفوا احلفوا بربي. عندك شك في عظمه الله؟ عندك شك في عظمه الله؟ احلف بربي يعني ما فيهاش هضره، يعني اكيد راك حلفت باعظم من تعرف في الدنيا هذه. اعظم من تعرف هو الله، الله هو العظيم، من اسمائه الحسنى العظيم. اعظم من تعرف هو الله تبارك وتعالى. فإذا جئت لتحلف لا تحلف بأقل من الله، بأقل من الله. إنك إن فعلت ذلك فقد جعلت هذا المحلوف به كأنه في منزلة الله، وهذا الشرك. احذر، احذر من الأشياء اللي تنحى من ألسنتنا وتنحى من ألسنة والدينا، حتى ولو عندهم حسن نية ولا كذا، لكن هذا شرك قولي. قال ما نحلفوش، ما تحلف لا بالكعبة لا بالحيط لا بلي راحوا ما خلوا والو لا بلي اصحاب القبور، واحلف بربي سبحانه وتعالى لانه هو العظيم تبارك وتعالى. والذي لا يحلف بالله يصدق فيه قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بل إن المشركين قديما كانوا إذا فعلوا فاحشة
برروا علاش كنت ديروا الفاحشة هذه؟ قالوا والدينا داروها، والدينا داروها ثم نسبوها إلى الله والله أمرنا بها. قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. علاش تشرب شراب؟ يقول لك أنا بابا من هنا عرفوه القطعة يشرب، فيبررون فعلهم للمعصية بأن آباءهم كانوا يفعلون ذلك. إذن أظن أن هذه النصوص الكثيرة تخلينا نتأكدوا من حاجة، بأن للآباء تأثيرا كبيرا على أولادهم، وإذا أردنا أن يصلح أولادنا فلنصلح نحن، إذا أردنا صلاح أولادنا لابد أن نكون نحن لهم أحسن قدوة. لذلك ربي قال في سورة القصص قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فذكر الله تبارك وتعالى النعمة، كاين ناس راح نرفعهم ونرجعهم سادة ونرجعهم الفوق، وهما اللي يملكوا الأرض، وهما اللي يملكوا الأرض. ماذا على هؤلاء الناس أن يفعلوا حتى يعطيهم الله هذه المنزلة؟ الآباء، أبدأ مع وليدك من رضاعة، الأم تهيئ هذا الإنسان الذي سيجعله الله تعالى ممكنا تهيئه من الصغر. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الخدمة تبدأ من الصغر، والخدمة على الأب والخدمة على الأم. ينتبهوا إلى أنهم إذا أرادوا أن يكون لهذه الأمة جيلا صالحا لا بد أن يبدأ العمل من الصغر، من الرضاعة، من والولد صغير. أول شيء نفعله أن ننشئه على الصلاح. إذا فقهت هذه القضية أيها الأب الكريم فاحرص على أن تكون خير قدوة لولدك. والله تبارك وتعالى نبه إلى هذه القضية من جهة أخرى، يعني العلاقة اللي موجودة بين الأبناء والآباء أذكرها ربي سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. قال لنا ربي يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج سطر عليها مليحة لأبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يعني علاش كنت تناقضين؟ علاش من شدة تعلقكم بأبيكم بآبائكم بقيتوا كفار؟ شديتوا بعض الناس لما الابن يجي يقرا حاجة ولا كذا يجي ما يسلمش على بنت خالته ولا بنت عمته أو يقرأ الولد ويجي يسمع الأئمة يسمع الدين أو يتعلم باللي الراجل ماشي كاع النساء يسلم عليهم، العكس الراجل ما يسلمش على المرأة. كاين نساء يقدر الراجل يشوفهم يقدر يسلم عليهم معروفين، بصح معظم النساء هم أجانب على الرجل كل ولد يسمع فيجي يقول لك أنا نولي ما نسلمش على بنت خالتي وما نسلمش على بنت عمي وبنت عمتي وكذا لأنهم مش محرمين عليا. واحد الوقت أكون شايفين دوكا أظن أو كاين العيد، واحد الوقت شت العيد فيه فرحة، احنا كنا شباب صغار ملتزمين كين تفكروا باللي راه جاي العيد ويمك تقول لك كيفاش بنت خالتك ما تسلمش عليها؟ هذا دين جديد، هذا اختك، احنا هذا اختك، هذه غير اختك، فهمت؟ اختك هذا ولا العكس، الطفله ما تسلمش قرات دينها تعلمت دينها تعلمت قول الله تعالى ما تسلميش على وليد عمك اخوك هذا اخوك الكبير، فهذا يقولوا له هذه اختك وهذا يقولوا له اخوك. فكان عندهم الناس تمسك
فكانوا ينكرون علينا. كنا احنا نحب نطبق الشرع في هذه القضية او يقلبوا لنا الحالة. كنا نخاف ويجي العيد على جلد السلام، على لان الناس متمسكين بالعادات. فقال لنا ربي، قال لنا يا ناس انتم ما راكم متمسكين بآبائكم وعلى جال سيرة والديكم تديروا حالة. كاي الإنسان تسب ربي قدامه يقول استغفر الله، نفس الإنسان تسب له بابا يدير معك حرب، يدير معك حرب تسب له بابا ويدخل روحه ممكن قاتل ومقتول. لكن لما تسب ربي سبحانه وتعالى استغفر الله، هذا وش يقول؟ ويقولها بينه وبين نفسه. يعني كاين هذه العلاقة حاضر حتىها انت على جال باباك، اتباعك الباباك وباش تدافع على باباك مستعد تدير حرب. ربي واش قالنا؟ قالنا اذا كانت هذه العلاقة عندكم طبقوها مع والديكم الاولين، عادوا الشيطان. الشيطان هو اللي كان سبه باش خرج باباك من الجنة. الشيطان هو اللي كان سبه باش بانت العورة تاع باباك ويماك. يا بني آدم عادوا الشيطان، لا يفتننكم الشيطان. وذكرنا ربي بالعبوة، فقلناش كما فعل لآدم وحواء، كما يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم. أنت على جال باباك تاع الدنيا هذا أقدير قرة مستعد، يعني تقول كيفاش سبوا لي بابا، نحاولوا الدولة التليفون. هذا الشيطان كان سبب في أن عورة أبيك آدم وعورة أمك حواء بانت، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. المفروض يدينا النيف الآن لما يديناش، لأنه كاين علاقة بين الإبن وأبيه. المفروض يدينا النيف لما يديناش، يدينا النيف وش نديرو؟ عادوا الشيطان. إذا كنتم انتم على جال والديكم في الدنيا ديروا كلش، هاو ديروها على جال والديكم تاع الصاح، والديكم تاع الصاح. نحن أبناء آدم، نحن أبناء آدم، البشر هم أبناء آدم. البشر ماشي كانوا شوادا ولا بشر كما يقول الكفار، البشر أبناء آدم. خلق الله تبارك وتعالى آدم على صورته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي على هيئته المعهودة، زوج عينين نيف وكذا، ما كانش شادي بد ولا إنسان. فنحن أبناء آدم وعلينا أن نعادي الشيطان، أن نستغل هذه العلاقة الموجودة بين الآباء، بين الأبناء والآباء، نستغلها ونكونوا صادقين فيها ونقولوا تعرف شو معناتها؟ والله لو كانت لقى بذلك الشيطان والله ندير في حالة، وانت تدير في حالة باش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه ما تقدرلوش فصفص. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فما كلفناش ربي أننا. قال وراه، واش راك دير؟ وراه، شكون وراه؟ الشيطان وراه. ما فيك يجري من ابن آدم مجرى الدم. ما كلفناش بهذا النوع من الحرب، كلفنا أنك تشد في دينك، أنك تستعين بالله، أن تكون عبدا لله، لأن الشيطان أقسم أنه يغوي بني آدم، لكنه يعلم أن في بني آدم مجموعة والله ما يقدر لهم الشيطان. بعض السحرة بعض السحرات التائبين لما تابوا، لما تابوا يحكيوا على أشياء كانت لهم. سحرة هذوما من الأشياء اللي يفعلوها في السحر أنهم يخدموا معهم شياطين، فيبحثوا شيطان الإنسان يقولوا له روح في داره، أهله في داره، كي اللي يلحقوا يلقاه، يلقاه يأكل في الفاكهة، يحصل يدير في حاله، يلقاك مرمى غير يدخل يشوفه. بس كاين شي ناس يبعثهم هذاك السحر، يحكوا السحار واش كان يصرى لهم حوار، يبعث هذوك الشياطين والجن اللي يتعامل معاهم، كيروحوا هو على بالهم بلي في الدار، يقولوا له والله ما لقيناه، يا في الدار يا سي محمد، او في الدار سي، يقولوا ما لقيناهش. سبحان الله كيفاش تخفى عنهم؟ ما يلقاوهاش، كيفاش تخفى عنهم؟ انسان محصن نفسه يذكر ربي سبحانه وتعالى، فهذا لا يستطيع الشيطان ان يصل اليه، وهذا كان الشيطان يدركه. فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا كاين الناس ما قدر عبادك منهم المخلصين، الا عبادك منهم المخلصين. كيفاش هو اقسم وراه داير فينا حاله؟ كيفاش حنا ما نديروش فيها؟
من 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 انطلاقا من قضية أن الشيطان تعدى على بابانا الأول، تعدى على بابانا الأول وتعدى على إمانا الأولى، تعدى عليهم الشيطان. إذن هو عدو لنا لا محالة. كيفاش علاش تكره الشيطان؟ يقول له تعدي البابا، تعدى على بابا يا أخو، تعدى على بابا. الشيطان هذا أعدى عدو لي. إذن إذا أراد الآباء الآن ادخلوا الأمور عملية. الآن أنا كأب عرفت باللي ربي خلق فيا قوة، بهذه القوة وليدي المفروض نكون أنا أول شخص يتبعه، لكن لو نبدأ من الأول كان نبدأ من الأيامات الأولى، فماذا علي أن أفعل؟ علي أن أكون قدوة حسنة لولدي. صح، أنا بعض الآباء يقول لك أنا والله غير خاطيني، أنا ماني لا إمام ما نعرف ما والو. نعم، أنت قدوة حسنة بأفعالك. التربية ماهيش بالهضرة، التربية راهي بالسيرة ديالك. الأب الولد كي يفتح عينيه يلقى باباه يفتح المصحف في الدار، افتح المصحف إن شاء الله تقرأ فيه صورة الناس وراك تعاودها، ولا يشوفك ولادك ديما شايل تيليكوموند وتضل تشوف. واش يشد الولد كي يكبر؟ يعظم التلفزيون، لأنه أنت باباك، أنت الأب. ملي زاد الولد ويشوفك تعظم التلفزيون، عظم التلفزيون. يشوفك تعظم لي مات وعلى جالهم تسمع الاذان وما تروح تصلي، الولد واش يخرج؟ يخرج يضيع الصلاه. شافك الولد تعظم القران، تفتح القران. شوف كثير من العلماء، شوف كاين احد الدعاة يحكي قصه، يحكي قصه اثرت عليه هو. قال كان صغير باباه في واحد الغرفه، قال دخلت على ابي، كان باباه يسمع القران، إذا يسمع القرآن، بكري ما كانش القرآن ما كانش منتشر كما دركا. كان يسمع المنشاوي رحمة الله تعالى، كان يسمع المنشاوي رحمة الله تعالى. فلما دخل الولد على أبيه لقى باباه يبكي، لقى باباه يبكي. كاش نهار شافك وليدك تبكي من القرآن وتبكي خشوعا؟ شافك تبكي على مولودي وعلى اليسمى وعلى غيره، شافك تغاشيت، كاين اللي تغاشر، شافك تغاشيت على مولود الياس، بصح ما شافكش تبكي على القرآن، كنت فاقدها. ما شافكش تبكي على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت حديث أثر فيك. ما شافكش بكيت على جنة ونار وصلاة، ما راح تصليت مرض، قال أنا مريض. يسمعك من الأب الولد، يسمعك مثلا تقول يماه ولا تهضر مع روحك ولا تهضر معه، تقول الله يا وليدي اليوم ما راني مليح. أبابا وش خصك؟ كل شيء كيتوجع وجع. اليوم الله غير راضي صلاة الصبح في الجماعة، والله ما راني مليح، وتقولها وانت صادق، وممكن تجيك الدمعة. واش يكبر الولد؟ أب هذا واش يكبر عليه الولد؟ مش الشرط تكون عالم، الشرط أنك تكون مطبق لقليلك تعرفه. تطبق أمر الصلاة، تعظم أمر القرآن، تعظم أمر المسجد. المسجد بالنسبة نهار الولد تشوفه دخل للجامع، نهار يدخل للدار، شغل دير عليه حفلة وتبين له بلاك فرحان به بزاف بزاف بزاف، لانه راك شفتو في الجامع وشفتو حكم القران، لانه حفظ سوره الناس، سوره الفلق، سوره الفاتحه. شافك تعظم له هذا، ما تحتاجش تكون عالم، يعني ماشي لازم تكون عالم باش يقتدي بك وليدك، لكن الولد يدي من عندك سيره انه تعطي له اشياء يعظمها. فقال هذا الابن الداعيه، قال كي كنت دخلت على ابي فوجدته يبكي. عباك ابني يشوف باباه يبكي، يتشعلوا له كاع القفالي، القفالي كاع يتشعلوا له، يعني باباه يبكي، كاين حاجه. بابا علاش بكى؟ فادرك الابن ان باباه واش دار؟ بكري تعرف كانوا يمسحوا دموعهم، ماشي كيما تاع دركا يبكي لك فوتك شغل خشوع. الان لا، كان يمسح دموعه، فقال له والله هذا المقرئ هذا والله على المنشاوي، قالوا هذا المقرئ والله يقرا القران يقرا من قلبه. الاب الابن هذا من هذه الحادثه البسيطه دموع باباه تربى على خلقين عظيمين، اولا تعظيم القران، ثانيا ولا يحب المنشاوي. قال فقرايت انا نسمع بزاف المنشاوي، علاه؟ بابا كان يسمع المنشاوي. يا سبحان الله، بالله عليكم يا اخوان، كاين بعض الكفار راهم موجودين في حياة ولادنا، دخلناهم حنا في حياتهم، شعرنا ولا نشعر؟ دخلناهم حنا. علاش الولد حتى تلقى وليدك مرة يحفف لك هكذا، مرة يحفف لك هكذا، مرة يشلط روحه، مرة يزوق شعره، مرة
لأنه جعلت له أنت قدوة في حياته، طلقت له طلقت له السبوعة قداوة كلاوة. فهذوك الناس والله بلا ما يهضروا مع وليدك، هذاك المحبوب عند ولدك بمجرد ما يحفف ما يهضرش قاع معاه، ما يهضرش، ما يبعث له ميساج، ما يأثر عليه، ما قال والله غير شوف التليفون ديالو واقيلا ويتصل بهذاك الشخص، لا لا. لما أحبه وعظمه ولا يتبعه، يرحم بابك لابسين بليغة بالتقاشر في الصيف، هذا قو، هذا فسد القو. حتى لما تسأل تقول كيفاش بليغة المرأة بالحجاب، اسمعي ماشي سخانة عليك، سخانة شوية المرأة بالجلباب، سخانة ماشي الغمار، حتى بليغة بالتقاشر، بليغة بالتقاشر خي ولاو يلبسوها، عم يلبسوا بليغة بالتقاشر. فانت لما تسال تقول شنو نشوفها في هذا ونشوفها في هذا وبوطاكور تسمى ماشي، فتبدا تشوف اهو سي با نورمال. فلما تبحث قال لك لا موضه جديده، هذا هو الاقتداء، الاقتداء هاتي ديروها هما، هاتي ديروها هما. من جعل الكفار قدوته واحبه، الناس يتروح تموت في البوطي، هاتي يكون قدام الكافر من بعد يروح يبدا يتصور معاها فرحان، دخل الجنة، دخل الجنة، يروح خطوه راح على جنة داك الشيء، يروح يموت في الطريق، هات المهم يعيش عند الكفار. صحابة هاجروا من مكة للمدينة، خلاوا الدنيا، كانت الدنيا بين يديهم، خلاوها على جل غاية شريفة، فسموا المهاجرين. وما أدراك ما المهاجرين؟ سموا المهاجرون، وما أدراك ما المهاجرين؟ رضي الله تعالى عنهم مذكورين في القرآن. شكون هما المهاجرين؟ أنت مذكور في القرآن. خي الهجرة رايهم يقولوا الهجرة، هذه الهجرة الله ما مذكورة في القرآن، هذه مذكورة في واحد الحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه والله ما هجرة، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. عاودها قال هذه يا، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما عودهاش الدنيا هذه ما درت والو، صح كاين هذا الواقع. أما المهاجرين اللي هاجروا لله ورسوله مذكورين في القرآن، أما الأخرين ماشي مذكورين أصلا. هذا وشنو اللي خلاهم؟ حب الكفار وتمني أن يعيش مثل معيشتهم. وشكون اللي وقع الأبناء في هذا الشيء؟ هو الفراغ الذي أحدثه الأب، لأنه باش ولد الحق يقتدي بإنسان غيرك أيها الأب، سيكنتا ضيعت القدوة، سيكنتا ضيعت القوة اللي أعطاها لك ربي، ضيعتها بطريقة أو بأخرى. كيف ضيعتها؟ بتهاونك. اعلموا أن أولادكم ليسوا عميان، أولادكم الله غير يشوفوا، وأول شخص يشوفه شكون هو؟ هو باباهم. أول مرة يشوفوها من هي؟ هي يماهم. الأولاد ليسوا عميان، لا تتعاملوا مع أولادكم على أساس أنهم عميان فيسمعك وليدك أو أنهم يعني لا يسمعون. وليدك ما شطرش، وليدك والله يسمع، سورتو أنت خاصة الآن أنت يسمعك مليح، أنت موجود في قلبه، أنت مستعد لولد أنه يتبعك، خلقه ربي هكذا، فكلامك مسموع سمعا جيدا، والتصرفات ديالك مصورها لولد في قلبه، والوصية ديالك يتبعها الولد كثر من يتبع الوصية تاع واحد آخر. بعض الناس يقعون في مخالفات شرعية عند الجنازة، فكي تقولوا علاش ما ندفنوش أنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الميت نعجل به وندفنه. يقولك بابا وصاني، أشكون ما تحكي ليش قاع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تحكي ليش قاع بابا وصاني؟ هذا وش يخسر عليك؟ ويديرها سخانة، يديرها يكري له فريقو، المهم يديها بابا وصاني. شتنجك آوي باباك وصاني؟ فلو استغل الآباء هذا الأمر اللي موجود في أولادهم، مستعدين يعصيه الدراري، يعصيه ربي بسبب علاقتهم بك، فكن سببا أن الولد يولي يطيع ربي بسببك أنت. فلا تفقد هذه الهيبة، كن صالحا، راقب تصرفاتك، عظم القرآن، عظم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اتكلم على الأنبياء أمام ولدك من الصلاة.
صيغة المسابقة. قال لي احفظ لي 5 أنبياء عنده جائزة. جائزة يعني جائزة الأولاد من الصغر. الأب الولد يكبر بلي الأنبياء يحبهم. سمي وليدك أسم شباب، أذكر له الأسماء نهار يجو وقت الأذان. أنا هذا وين سخنت؟ مش يحبسني لما كوب بيتين. أنا هذا وين سخنت؟ تيربو خلاص أبدا. تفضل تفضل. طيب، إذن عرفنا ما يجب علينا أن نفعل، أن نراقب أقوالنا وأفعالنا والله تصرفات بسيطة تفعلها قدام أولادك، تعطي لهم فيها دروس، يشوفوك تعظم المسجد، تروح للجامع، نهار ما تروحش الجامع ماشي نورمال، بين عذر، وليدك قدامك صغير ويشوفك سمعت الأذان وما رحت، واش تقول له؟ تقول له والله اليوم رجلي دايرة فيا حالة. فيفهم الولد بلي ما راحش الجامع على خاطر شنو نورمال وما نرجعش خليه يأذن. لا لا، يفهم بلي المفروض نروح بصح رجلي دايره فيا حاجه. دبر راسك، سلك روحك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي معافى الا المجاهرون. كل امتي معافى الا المجاهرون. الجهر بالمعصيه معصيه اخرى، المعصيه معصيه والجهر بها. ما تتكيفش قدام ولادك، دبر راسك. الله يفتح علينا والله ينوب علينا جميعا والله يغفرنا والله يتوب علينا. كاين ناس مبلي بهذا الشيء بصح ما يديروش قدام وليده. دبر راسك، دبر راسك، ما تتكيفش قدام وليدك، ما تشمش قدام. انت كيفاش ديرها رفع عينك تغلقها بها؟ ومن بعد تقول للولد كيفاش راك في الدور المخدرات؟ ياكلوا الحشيش هذاك ياكلها، لا انت درتها هو ياكلها الولد. سبحان الله العلي العظيم. متى نعالج القضايا؟ علاش المجتمع راه غير يزيد يتهلك؟ لان الاباء نحاو هذه القوة اللي أعطاها لهم ربي. غابوا غابوا، خلوا الأولاد، زاد أعطاوا له التليفون. يعني اقتدي، ها اقتدي، تبع اقتدي. أنا إنساني. فتلقى الابن ما ولاش يشوف باباه معاه في الطابلة، بصح الله ما هو منتبه ليه. لا، لأنه أنت خلاص فتنته، فتنته، عطيت له العالم كامل، قلت له هاوليك العالم كامل، تبع صفي واش لازم تصفي. كيفاش هدايا؟ على الأقل كن حاضر في حياته. على الاقل غدوه الولد حتى كي نعطوا له التليفون فكتمر عليه حاجه يتذكر، عنده واحد الفلتر، عنده واحد الشيء يقول اوا هذه ما حاجه ماشي. كيفاش عرف بلي حاجه ماشي مليحه؟ تربيتك الاولى انت كنت تقول له لا لا الامور مليحه الامور ماشي مليحه. الطفله انت تلبس لها كما يلبسوا الرقاصات من صغرها. الطفله تلبس القصير وتلبس اشياء يعني. فكي تكبر الطفلة كيفاش تكبر؟
تلبس المزية فغدوة تعطي لها التليفون وشنو هذوك ما هذيك هي القدوة ديالها. أعطيت لها صورة تقول لك أنا بابا راضي، بابا هو اللي كان يشري لي هذاك السروال المزية. نورمال أنا كنت نلبس هذه اللبسة، خرجت من دارنا ما خرجت من الطاقة، خرجت من الباب تاع دارنا وكاع شافوني. فركت يعني زيادة على أنك ما درت لهاش الفلتر، وراك كذلك تزيد تعطي لها حاجة اللي تعودها. ما تكذبش، ما لازمش الولد يحكم عليك الكذب، لأنه تزاقت عليك إلى ولدك، إلى ولدك خرج لك كذاب، إلى ولدك خرج لك كذاب تزاقت عليك. ادعي ربي ليل ونهار. شوف حنا دوك نروح لديورنا تبقى هنا في الجامع حتى الغدوة، وانت ساجد ادعي ربي أي له ولدك خرج لك كذاب خلاص. بصح الكذب بدا منين داه الولد؟ يا وانت كنت تكذب قدامه، قل له ما كاشو، قل له هذه الأشياء اللي حنايا الناس دارتها بالصح، راهم يربوا أولادهم على تربية باللي يكذب، قال لك خليك ما كاشو. أو أنه الولد ممكن كذب ماشي عندك، ما اداهاش من عندك، كذب وأنت تضحك، سمعته يكذب على أصحابه وأنت تضحك، بابا شرنا ليليفون، بابا شريت لك ليليفون، أنا شريت لك ليليفون، راح تشوف كيفاش شرينا ليليفون هذا، أنت تزوخ بليليفون، شكون يكذب؟ شكون أنت؟ الله يا الولد هذا يخرج لي ما مافيا، الولد هذا مافيا ماكرو، غير الحاجة اللي ماشي منيحة. هذا غياب كبير للآباء. ومن بعد نقولوا الأبناء علاش ما مصالحين، هذه أول حاجة أنت اللي قال روحك. ثاني حاجة تديرها في حياتك، اجعل لولدك على الأقل أنت استعرف باللي أنت ضعيف. بصح واش دير؟ أربط بوليدك بناس صالحين. كاش النهار أنت عرضت إمام لدارك باش تعرضوا باش ياكلوا، تعرضوا وتدير له قال اسمع زقم هادي شوفك الولد انت تسيق. شكون هذا؟ عرس كبير او جاينا الشيخ او جاينا الشيخ او جاينا الشيخ هادي تمشي او جاينا الشيخ. حنا الامام الناس يقول لي في بابلو باش رضا، شو رضا؟ ايه رضا، انا رضا ولا عادي جدا صح، انا امام يا اخو والله يصح. دخلين ما تقوليش رضا، غير بابلو تقولي رضا، وهضره معاك تقول له هكذا كاين واحد قلت له اسمع قدام الناس هنا انا الجامع هذا كاع يقول الشيخ اني خايفك شي واحد يضربك، سمعك تقول لي هذا يقول واش هذا. يعظموه الناس تعظم الامام، نريبوها هذه مليح نزيدوها. مفروض الان عاودوا نحيوا هذيك العقليه تاع يسلموا الناس على راس الشيخ، يشوفك وليدك انت تسلم على انسان صغير عليك، امام في قلبه القران، راك اعطيت له قدوه في حياته. غدوه دي ولد واش يدير؟ يسب قدام الامام، يتجرأ على الإمام، كي تقول له جاي الإمام يقرضف ولا ما يقرضفش، وممكن غدوة يولي يتبع الإمام، غدوة كي يحصل ما يخاف يقول لك يروح لعند الإمام يقول له درت ديقة زبلتها، يحكي للإمام لأنه أنت شافك باللي أنت في حياتك صح أنت ماشي إمام، صح كنت تعظم الأئمة وأهل الخير وأهل الفضل والعلماء، تدير لهم عرضة في الدار. شوف مرة جالي الإنسان لبس به لبس به ربي فاتح عليه في الدنيا، فكنت في مسجدي وأعجب بالمسجد وكذا، يعني المسجد الحمد لله يعني ويصلي عندنا وكذا عاجبه الحال. فقال لي مرة، قال لي واحد العبارة شغل، قال لي هو في الحقيقة يا شيخ بابا، هضر زوج يقول لي بابا الله يرحمه، هضر زوج بابا الله يرحمه، بابا الله يرحمه، بابا الله يرحمه. قال لي المساجد ماشي بجدرانها، إنما المساجد بأئمتها. قال لي بابا، قال لي الجامع مش الصح كذب له، الجامع كي نجيبوا فيه الرجال اللي يخدموا هذا البنيان. فقلت له حبيت نسقسيك، باباك كان إمام؟ قال لي لا لا، قال لي بابا كان صاحب البشير الإبراهيمي هكذا، لي صاحب الأئمة والعلماء يدي من عندهم، بابا والله ما إمام ولو، بصح قالوا كلمة ما يقولوها إلا العلماء. الصح في الياوي يصلي بينا وكذا، ماشي في البنيان، البنيان مليار والإمام وقل خبز تعشاه ما كاش، الكرا ما كاش. فإذا على الأقل في حياتك أنت دير روبير لوليدك، خليه يعرف بلي كاين ناس قدوات، يعني أنت والله سلكت لو كان وليدك هذايا يولي يتبع الصالحين، يولي يعرف بلي كاين حاجة، روح للعمرة، روح للعمرة قدام ولادك وفرح بهذيك العمرة فرح شديد. يعني عصر روحك، هذه حاجة الأولى.
وزقم روحك وزقم تصرفاتك، لان وليدك ماشي عمى، وليدك ماشي ماشي عزوق، ماشي طرش. وليدك يسمع مليح سورتو كلامك، وليدك يشوف مليح سورتو نتايا، لانه عطى له ربي قوه. هذه الحاجه الاولى ديرها. الحاجه الثانيه، اجعل في حياه اولادك قدوات، وذم اناس امام اولادك، ذم اناس امام اولادك، قدام اولادك ذم المعصيه. تقول له يا اخويا اعوذ بالله مما اعوذ بالله من اصحاب الخمر وكذا، يا اخويا انا كان نصيب غير كذا. الولد يكبر باللي يخرج يشرب الخمر، كيفاش يحب هالخمر؟ كيفاش يحب الولد الدخان؟ وانت نهار مطار وانت تقول له اعوذ بالله من اصحاب ربي يهديهم. بصح والله غير مشكله كبيره هذا الدخان، مشكله كبيره. كيفاش يقابل ربي يا ويحو؟ الولد من الصغر يسمع هضره كبيره عن الدخان، يتكيف يتكيف، يكل خلو قدام المسيد يقول له هاك ضرب بخ تمريت في راسك تحياته كاع، هو يسمع فيك انت الدخان هذا اكثر من الشيطان، سمع على الدخان اكثر من يسمع على الشيطان. انت راك تغرس فيه هضره، راك تعظم له، كاين معاصي راك تريب له فيها، وكاين طاعات راك تعظم له فيها، كاين اشخاص راك تريبهم. قال هذاك يا خويا راجل يغني، راجل يغني، راجل يشطح قدام الناس، راجل يواسي هكذا. وليدك ما يكبرش يتبع المغنين، علاش الان سبحان الله طفله مستعده تكذب على يمها على باباها وتكذب على رجلها باش تحضر حفل غنائي عند فلان وفلان؟ المرض بدا من الصغر، هذه الاثار، هذه النتيجه، المرض بدا من الصغر. باش انتم ما كنتوا تسمعوا الغناء، او يشوفك وليدك انت راك تشوف تلفزيون هكذا، غير تجي تاع الغناء الحمد لله دوكا من بعيد قادر تنقص تلفزيون، يشوفك نقصت الغناء من صغره. الولد يشوفك هكذا دير هكذا هكذا، ماشي صغير انت راك تشوف تلفزيون، غير تجي حاجه تاع الغناء وانت واش دير؟ تحكم هكذا هذيك الاخرى بتوسيله تنقص، قولوا انا ما نسمعوش الغناء. هذا واش تقول انت؟ ما عالم ما والو. يكبر الولد يسمع الغناء. كاين حالات، صح هذيك حالات قليله، الاصل ان الولد يتبع سيرة أبيه، نسأل الله. طيب الآن فات الحال، الآن راني نحكي وكثير من الآباء يقول لك والله غير أنا، يا والله غير يا ويحي، وقيل راحوا لولاد وليدي دوكا راهو 18 19، طفلة راهي 20 سنة 23 سنة 30 سنة، يعني فات الحال ما فاتش الحال. يمكنك أن تسترجع شيء ما زال موجود في قلب ولدك، ما زال وليدك دايرك انت حاجه كبيره. مين؟ كل واحد وين بعد وليده، كاين اللي يديه لازم تصبر، كاين اللي على يومين ثلاث ايام، كاين شهر شهرين، المهم ما زال ما فات الحال. لكن استعين بالله، ما تتكلش على قوه، استعين بالله، اجعلها توبه بينك وبين الله. قال يا ربي اغفر لي، اغفر لي ما فعلته في ولدي، انا نسالف هذا العواج تاع وليدي. اللي وليده ماهوش يصلي او يسالفها، يسالف هذاك الشيء. اللي وليده راه خارج للطريق دير في باله، حمل نفسك المسؤوليه. صح اصحاب لا دروك مش حق عليهم، الرفقاء السوء مش حق عليهم، كاين ناس اول حاجه يسب الدوله، الدوله مش حق عليها، يا سيدي الدوله مش حق عليها. وانت تسمى انت ملك، انت ملك، انت ماك داير والو، انت هو الاولاني. حمل نفسك المسؤوليه، قل انا المهم بدات بيا. فاذا كانت تملومهم واش راك مستني من الدوله؟ زقم روحها. واش راك مستني من صحاب الهضره؟ يزقم روحهم، يزقم روحك انت. من الاشياء اشعر بالذنب وتوب الى الله، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. ومن بركات التوبه ان ربي يبدل لك سيئاتك حسنات ويجعلك صالحا، اذا كنت صالحا اصلح الله لك ولدك، وكان ابوهما صالحا بسبب صلاح ابيهم البعيد صلح هؤلاء الاولاد وحفظهم ربي سبحانه وتعالى. هذا الامر الاول، زقم روحك انت واستغفر الله تبارك وتعالى وقل يا ربي عاوني، اياك نعبد واياك نستعين، اي لا نعبدك الا بعونك. الحاجه الثانيه اللي لازم تديرها ورانا مفرطين فيها، راك تدعي شويه لولادك. قال الله تعالى عن صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. راك تدعي لوليدك بالصلاح؟ راك تدعي لوليدك بالصلاح؟ ولا تعرف غير تزعف كي تشوف وليدك زعفك تخرج للدار تروح الروشيكاري ولا تروح الكيطاني وتنسى همك؟ ادعي له، ادعي له بالصلاح، قد تصادف ساعة استجابة. اليوم بالعصر والمغرب تاع يوم الجمعة كانت كاينة ساعة استجابة بين الأذان والإقامة. سامحوني لاحظت ملاحظة في هذا المسجد، إذا كان معليش نقدمها، راكم ترفعوا صوتكم بالكلام في المسجد
والله بزاف بين الادم الاقامه راكم تقصروا انا نقصروا انا ندخل روحي معاكم انا والله نعرضكم اروحوا للمسجد والرادي اذا سمعتوا كلام وش به هذا الشيخ استغرب لا تتكلموا في المسجد بارك والله رانا نهضروا بزاف لأن الذين تجيهم صعيبة احنا قلنا النبي هو أسوتنا شكون اللي قال لنا ربي هذوك سيتأسون بالنبي قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا احنا رانا قليلين الذكر لله تعالى نجوا الجامع ما زال نقصروا حتى في الحلال اذكروا الله كي تجي الجامع كل واحد فينا عنده خدمة سبح صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ادعو الله تعالى فإن بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لا ترد ما أحوج الآباء إلى أنه ذاك الوقت يدخل فيه الجامع ما تقصرش لا لا الشيخ حرام راك راح توقع في الحرام رفع الصوت تاع مقبل ما موش جامعة سكينة على هذيك ولا بعض الشيوخ في المسيد كي يسمع الدراري دايرين حس في القسم يقولوا اسمع اسكتوا راكم في الجامع اوين جامع ولا تسمى يضرب به المثل في الحس بصح صح كاين منها راقب ونراقب انفسنا عندنا ما عندناش عندنا فرصه عظيمه ان نذكر الله كثيرا لان ذكر الله الكثير هو سبب ثاني من الاشياء اللي تسهل لك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وليدك علاش ماهوش يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويجيه صعيب انه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لانه كي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على حاجه صلاحه على صلاحه الدنيوي لكن قال لنا هذوما الناس اللي تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم صفتين لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ما عنده حتى دنيا في باله زيد الامر الثاني وذكر الله كثيرا المساجد بيوت الله بنيت للذكر اكتو احنا من مقبل انتم ساكتين يعني واش حصلت لك طاحت لك لاطونسيون مزبق بنت ساكت ساعه ولا ساعه ونص وانت ساكت في ذكر الله تعالى والله ما صرا لك والو والله راك منور راك هايل خير من اللي كنت مقبل تهضر تهضر واش جينا دخلنا الجامع باش نهضروا عندنا دعاء عندنا اولادنا عندنا جيل هادو ما اولادنا شباب صغار الله يبارك هذا الولد بهذه القعده ديالو هذه القعده تسوى الدنيا وما فيها ممكن هذه القعده بهذه القعده الولد هذا يدي سيره ويقول لك انا ساحفظ القران وانا والله غير عجبوني هاد الناس عجبوني هاد الناس ولا انت وريت له غير لي فوتبولر وريت له غير فلان وفلان اللي جعلوهم رجال الجزائر و و و يخرج لك وليد كيتيري يعني هذا هو فنسال الله تبارك وتعالى ان يهمنا مرشد امورنا ارجو الله انني نكون قد يعني نكون خدمت العنوان لان العنوان ما هو صلاح الأبناء بصلاح الآباء صلاح الأبناء بصلاح الآباء أرجو الله أن نكون هذا الأمر اقتنعنا به ونبدأ نخدمه جميعا إن شاء الله تعالى ومثل هذه المجالس يعني أسرة هذا المسجد مشكورين والله تسموا لهم على رسول مقرين مشكورين أنهم لمونا ولمونا على ذكر الله وعلى البر والتقوى واليد وحده ما تصفقش كانوا جماعه هذاك شايد القرعه هذا شايد الميكرو هذا شايد يعني هكذا تفعل الجماعه جماعه الخير وبمثل هذه المجالس العلميه نصلح جميعا بالاباء بالابناء نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من هادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.